الشبكه ملاهوه مشي في شارع من حاره وقفت على باب خماره مشي في شارع من حاره وقفت على باب خماره فضلت اواح مع نفسي وقلت اخش اشوف نفسي من فضلك الدكتور عمر النووي موجود؟ لا يا فندم هو في اجازه. اه ما انا عارفه ان هو في اجازه بس يعني ما قطعش الاجازه ورجع تاني وكده؟ لا للاسف هو لسه في اجازه يا فندم. ترى انت فين يا عمر؟ مدام تينا دكتور اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. خير في حاجه؟ ما اظنش يا دكتور غازي ان في خير خالص. ليه بس كده؟ طب قولي لي في ايه واحنا نتصرف؟ من ساعه اللي حصل مع عمر في الفرح وعمر مش لاقيين ومحدش فينا عارف عنه حاجه خالص. ما يمكن سافر يغير مود بعد اللي حصل في الفرح، اكيد نفسيته مش مظبوطه. لا 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 يا دكتور، كان كلمني عشان اطمن عليه. هو اكيد عارف ان انا دلوقتي هموت عليه. انا حاسه ان قلبي مش مطمن، حاسه ان ممكن يكون جرى له حاجه. اه ايه ده؟ في ايه؟ هديتي مالك؟ اه في ايه يا مدام تينا؟ مالك في ايه؟ انت بتقول ايه؟ متأكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يا دكتور انا لسه شايف اخته بعينيا وسامعها بوداني وهي بتقول انه مختفي. دي كمان كانت بتفكر انها تبلغ البوليس. بوليس؟ هي وصلت للدرجه دي؟ فجأة وقعت من طولها ونقلوها للطوارئ. تقريبا كده يا دكتور، يا ضغط يا سكر. ضغط وسكر ونقلوها للطوارئ. طب هي كانت لوحدها؟ يا دكتور عوني مش ده موضوعنا. احنا في الفرصة اللي جات لنا من السماء صاحبنا مختفي والكل ملهي والجو خالي. نعدي فواتير المعدات بتاعتنا ولا من شاف ولا من دري. انت هتفضل طول عمرك غبي. ولا انا ليه دايما اقول لك قلبي مش مطوعني اني اقول لك يا دكتور؟ وبعدين انت ناسي غازي. غازي ده نسخة من صاحبك وهو عينه اللي بيشوف بيها في غيابه. يا دكتور عوني غازي ده لحم طري، يعني سهل قوي يتحط في حبنا، وحكايته مع الدكتوره صفوه ممكن قوي نلعب بيها. ده غير انه ملهي بتهد صاحبه، يعني الموضوع ده ممكن ياخد له يومين او ثلاثه ويمكن الغيبه تطول. بلاش تيجي ورايا يا مرتضى. ليه بس يا دكتور؟ ما تجيش ورايا. خلاص بلاش بلاش. قولون عندك بايظ. ما ينفعش انت بتعمليه في نفسك ده. لا في نظام في اكل ولا ضغط مظبوط. كده خطر عليكي. عندك حق يا دكتور. بس الحمد لله الحقنه ريحتني.
دي مجرد مسكن واكيد مش هتعيش على المسكنات. انا هقولك على اسم متخصص تبشري معاه ويا ريت ما تكسليش. حاضر، بس اطمن على عمر الاول وبعدين يبقى لها الف حلال. خير خير، ده انا ما صدقتش والله لما سمعت. ايه ماله جنبك؟ ايه خير يا دكتور مالها؟ مفيش، قولون عصبي وضغط دم مرتفع. ايه ده، انت لسه صغننا على الحاجات دي؟ اطمن يا دكتور اطمن. وايه حكايه اختفاء الدكتور عمر دي؟ طمنت عليها؟ اه تمام، شويه وهتبقى كويسه. كويس. مالك؟ مال يعني؟ عادي. على فكره دي اخت عمر وواجب ان نهتم بيها. وانت بتقولي الكلام ده انا ليه؟ عشان مخك ما راحش لبعيد. الظاهر ان انت اللي بتعايش نفسك في اوهام. طب وماله؟ اللي النهارده اوهام بكره يبقى حقيقه. شكلي اتخميت فيك وهتطلع مغرور. شكلنا احنا اللي مش هنطول وهنقرب لبعض بسرعه. ده الهبل ده ولا ايه؟ سيبك منه، المهم احنا كنا بنقول ايه؟ دماغي هتتفرتك. طب وانا مالي؟ يابا عمو ما بحبش حد يشرب مطرحي. بس انا بحب عادي. بقول لك ايه، هو عمر لسه ما ظهرش؟ لسه. واختك لسه بتدور عليه؟ لسه. وهي تعبه روحها ليه؟ هي دي اول مره يعملها. قلت لها الكلام ده، قالت لي اول مره يعملها من اول ما انصلح حاله. اكن حاله ده زرار يدوس عليه ينصلح على طول. تخلف. ايه هو؟ انا لو قلت لك على سر هتقولي؟ طبعا، الا لو فتحت مخك معايا. بس انا حاسس بوجه الذنب وضميري بيوجعني. ضيعت فلوس مين تاني؟ فلوس ايه؟ لما فلوس انا كدبت على اختك وقلت لها ان انا ما شفتش عمر. وانت شفته؟ امبارح في البار بتاع الاوتيل. يا نهار اسود، يبقى كده بنتش يا معلم. القاموش شرب لحد ما اتدرمغ وشقط زغلول وطار معاه على العش. والله جايز وجايز مش جايز. يعني ايه؟ اصل انا شدينا بتاع زي القرنفل كده، اول ما شديناها الدنيا ظلمت والهويس اتفتح ولقيت يحيى شاهين عمال يقول جواز عتريس من فؤاد باطل باطل. يا نهار اسود، وهو شد معاك؟ يا نهار اسود، كده ضاع يا برنس. مش بقول لك ضميري بيوجعني. الميعاد لسه عليه 3 ساعات. انا شفت البرنامج ده امبارح. على فكره بقى، ابو سويلم ده دافع لهم ودافع لهم كويس قوي، وانا قلت لك بس انت ما بتسمعش الكلام. بقول لك ايه يا ربيع، انا لازم اشوف حد من بتوع الاعلام يبقى في ظهرك ويظبطك. يوه احنا هنعيده تاني. انا قايم البس اهو. وعملت طيب، بس يلا عشان ما نتاخرش بقى. هي عارفه فين؟ اوه هو ده وقت عفه دلوقتي؟ ما يلا يا ربيع هنتاخر على الميعاد. انا بقى لي اسبوع ما شفتهاش. هتكون فين يعني؟ في اوضتها. هي بتصحى دلوقتي؟ يلا هنتاخر يا ربيع. يا نهار اسود، انا مش فاكر حاجه خالص. انا اخر حاجه فاكرها عمي حافظ والبار. هاتي البنطلون.
جيب الانترول. انا ما اعرفش يا حبيبي غير اني لقيت واحده بتكلمني وبتقولي ان انت مرمي في الشارع، وانا عشان بحبك وبموت فيك وقلبي ابيض مش زيك جريت على ملا وشي لقيتك مرمي في الطرق، شلتك وجبتك هنا. ومين الواحده دي؟ ما اعرفش، بس اكيد واحده عندها ذوق قلبها بيحس، اختارت اكتر واحده بتحبك مش هتسيبك ولا تبيعك حتى لو في اخر الدنيا. هو ده اللي مجنني، اشمعنى كلمتك انت بالذات؟ مش يمكن عشان اخر نمره على موبايلك؟ ولا انت مش واخد بالك اني كلمتك مليون مره وانت ما ردتش عليا؟ طب فين موبايلي؟ موبايلك اكيد اتسرق زي ما اتسرق منك حاجات تانية. هما سرقوا ايه تاني؟ تعالى 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 بس ادعيني 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 يا محمد تتعامل من ورايا فاكرها تخين عليا وشرف اهلي يا قاضي جزتك تشد الدم في كل حته. بره في الحاره عشان صوتي بره. حرام عليك يا لطيفه انا برضه باريزه. حرام عليك. وايه يعني باريزه؟ رخيصه وما لهاش قيمه وكانت هتبيعها. توبه توبه والنبي توبه اعتقلي والنبي. انت عارفه عامله زي اللي انت عملتيها دي توصلنا لفين ولا مش عارفه؟ لا مش عارفه. حرام عليك والله العظيم انا ما عملت حاجه. الراجل كان هيموت في ايدي وانت اكلم اي حد من الحيطه عشان يغيطه. حرام عليك. ممكن هيموت. اه والله. من ورا! مش شغل من ورا! انت مش شغل من ورا يا بنت الكلب! اول واخر مرة! اول واخر مرة والمصحف شايف! بص يا باريزا، الخلوص الاول عنده ملوش تاني! والغلطة فورة! وخدي بقى ختم خلوص على جبتتك! ده انا اتنفضت على الاخر! مفيش حتة في الجيوب مفاتيح العربية مش لاقيها! انا لقيتك زي ما انت كده لا مفاتيح ولا عربيه شنطتك هنا بينك وعلى بيتي. انتوا ليه بتجيني لغايه هنا؟ انتوا ليه بتجيني لغايه هنا؟ انتوا بيتكم متقشع في الراس. دخلتيني ازاي؟ ايه يا عمر في ايه مالك؟ انت ما كنتش خواف كده. ايه اول مره؟ ايه ما احنا ياما يا ست سيبيني في حالي بقى، سيبيني في حالي بقى. ممكن زي ما دخلتيني من هنا تخرجيني من هنا، انا مش ناقص مشاكل. هو بذمتك انا ينفع اسيبك بعد ما ظروف جامعتنا تاني؟ كنت عايز تتجوز وتسيبني يا سي عمر. ايه بنت السقعية دي؟ ايه بنت السقعية اللي انت فيها دي؟ واديني يا ست الجوازة اتنيلت باظت، ممكن بقى تتنيلي تخليني اخرج من هنا عشان ما يتنيلش حد يشوفنا. ايه يا عمر في ايه مالك؟ انت ما كنتش كده. وبقيت كده. ربنا عايزني كده. اكفاري واعترضي بقى يا عفا. نهار اسود بابي. الرئيس. لسه يا اخي ما بقاش رئيس. بس محتمل يا اختي محتمل. صح يا بيبي. لحظة يا بابي جاي. رايح فين يا ابني انت؟ حاضر يا بابي. يا عمر تريح فين هاتوبة؟ انت يا بابي حاضر. صحي يا بيبي. حاضر يا بابي. ايه يا بابي ازيك؟ ايه يا حبيبتي ايه؟ كنت بتعمل ايه؟ ما بعملش بس انا كنت داخل اخد شاور بس. طمنيني عليك عاملة ايه؟ انا كويسة انا كويسة الحمد لله كله تمام كله تمام يا بابي. انت اخبارك ايه يا ابو الشغل ايه؟ مال وشك كده لا بس يمكن عشان لسه صاحية مش ربيع مامي ربيع انت مش عارف ان احنا عندنا ميعاد ومتأخرين يلا يلا بقى يلا يلا نفسكم انت يا ابني انت سيب هذا طبعي عمر خد بالك هتقع بتقولي ايه شربوا كاس ايوان والكاس جر كاس لحد ما بقت ازايز والطوبه بتاعت اخوكي بقت في شنج وراحت مع اللي راحوا حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا عمي انا كان مخي فين لما وافقت ان هو يقعد معانا انا طول عمري عارفه انه قص فساد وعارفه ان هو اللي هيبوظ عمر يا معدتي بالراحه يا بيبي على نفسك شويه مش كل حاجه تاخديها على اعصابك كده ورقي كده حبتين اورق اورق هو انا القانون جالي من شويه الورق يا قالي
بص احنا نطمن على عمر الاول بعد كده حلها الف حلال. تاكل ايس كريم؟ ايس كريم يا برده؟ ايس كريم ايه يا برده؟ وبعدين فعلا في موضوع اخوكي ده، ده لحد دلوقتي ما جاش. اسمع انا هبلغ عنه البوليس، غيابه ده مش طبيعي. بوليس ايه؟ بقول لك شربوا مع بعض ازايز، ده غير الضرب اللي ضربوها مع بعض. يعني اخوك دلوقتي خلاص زمنه بقى مدمن. عايزه تسلميه؟ تقولي على اخوكي مدمن؟ تقولي على الدكتور عمر مدمن؟ وانا مالي؟ ما تروحي تشطري على الديلر بتاعه. عندك حق والله. لا انا موريك يا عم. لا ايه ده؟ عم حافظ يا نهار اسود. يا عم حافظ، يا عم حافظ، بدل ما تقف جنب ابن اخوك وتساعده على التوبه، بدل ما تديله كاس وتعمل فيها ابليس وتخلي الواد يجيب البلاوي السودا دي كلها وراه واحنا مش عارفين اخرتها ايه. بنت الزمه دي فتانه كدابه. انا ما قلتلهاش حاجه، انت عايزه تخرب البيت. انا بريء. بريء؟ افتح. بقولك افتح الباب يا عمي. افتح. مش فاتح. مش فاتح. يا نهار اسود. انا هنا. انت هنا؟ عمي افتح الباب ولا الف باب يحجزني بيني وبينك لحد ما اعرف عملت ايه في الوقت. انا مالي؟ واخوك صغير نخه، ده دكتور قد الدنيا، ولو ما كانش له مزاج يشرب ما كانش شرب. انا ما ضربتوش على ايده، وبعدين يعني لو انا كنت في ايده. طب افتح الباب يا عمي، افتح الباب. فاتح. ايوه مش فاتح. انا عارف لو الباب اتفتح هيحصل ايه، عشان كده عمي. معلش يا بيزا يا بنتي، كل اول وله اخر. انا تعبت قوي يا عم ايوب، كفايه قوي اللي انا شايلاه من وحشك كده بالسكك ومرمط الشوارع. انا جدتي مش متحمله ضرب. وانت ايه بس يا بنتي اللي رماك على الشغلانه دي؟ يا عم ايوب ده روح. انا خفت الواد يا اخويا يروح مني ولا يجرى له حاجه، قلت الحقه واحنا في السليم، والواد ما كانش حاسس بحاجه ولا حد يعرفنا. وانت مالك؟ ما انت كل نوبه بتعملي اللي عليكي وزياده وبتخلعي وبتسيبي خلوصي هو اللي يتصرف. ما هي اخويا كان عامل زي البليله محشيه لوز، فلوس ومحمول وعربيه وياما في الجراب. بس 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 يا بت، جراش له ودان. حاسس بنفسيتي يا عم ايوب ان مفيش ولا حد من اللي انا استنجدت بيهم حاول حتى يمد لي ايده. الناس معذوره يا بنتي، الخوف بيشيل اللسان ويلجم الايد ويحني الظهر. هو هو جرحي يا عم ايوب، بعد ما احكي لك همي واشكي لك همي وانت عم تنضف لي زيد الذمه، خلاص الفانوس اهو. خلاص يا بنتي معلش، العتب على النظر، مع ان النضاره معايا والله بس ما تشوفش بيها حاجه. يا اخويا ما تروح لدكتور، يدوك يديك مرهم ولا يديك قطر عينك دي. يوه كعوب اتنحلت من لفه على الدكاتره، وعشان نظري يرجع زي ما كان لازم له شيء وشويات، فقلت يا تاخدها من قصيره اللي فاضل في العمر يكفي شويه النظر اللي عندي، وانا عندي نظر برضه. ربنا يديك الصحه يا عم ايوب. يلا بينا يا بنتي نكمل شغلنا. يلا. يا بنت كريم يا رب. ألف سلام عليك يا ابني حبيبي، طمني. أنت بخير؟ الحمد لله الحمد لله. بس دماغي قد كده يا تينا. يومين يومين يا عمر لا حس ولا خبر. ده أنا كنت هتجنن، ده أنا شوية شوية كنت هجيب منادي ينادي عليك في الشوارع. يومين حبيبي. يومين يا عمر. خدي يا مريم بطلع إيه اللي حصل؟ خد يا حبيبي. اشرب يا حبيبي. الف هنا وشفا، الف هنا وشفا. كنت عايزه ابلغ البوليس بس انا امنتك. عمر لا 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 لا، وشك مصفر ودبلان وخاسس وهدومك متبهدله، ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل لك يا حبيبي؟ احكي لي. اللي حصل ولا يتقال ولا يتحكي يا تينا. يعني ايه؟ انت رجعت للشقاوة تاني يا دكتور ولا ايه؟ اصبري بقى يا ست، خليه يحكي لنا الحكاية. احكي يا دكتور. خلاص يا ست خلاص والنبي. امشي يا بنت امشي. احكي لنا يا عمر يا حبيبي، انت رجعت للشقاوة تاني؟ قصدي احكي لنا، احكي لنا، عايزين نفهم، عايزين نفهم يعني. يا تيدا انا نفسي مش فاهم اللي حصل ولا فاهم اي حاجة. كل اللي فاكره الكاس وده والراجل ده. اهو اهو كلمة الحق اتقالت. يعني انا ما عنديش فكرة عن اي حاجة ولا حتى اعرف كان فين.
اي خدمه تانية يا ستي؟ من وعيدك خلينا نطمن على حبيبي. انا قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس يا عمي. عملت فيه ايه؟ زن شيطانك عمل فيه ايه؟ ما عملش حاجه، حتى اسال الشيطان. انا كنت قاعد في البار مع نفسي. ايوه لقيته هوب دخل عليا وحاله قرب. قلت اخفف عنه شويه، انا سيب بكاسين. قال لا الشرب حرام. بعد ما شرب الكاسين راح مطلع نقله مخدرات من جيبه، شدينا فرع. النمل كتر كتر خلصت. فرع شروم؟ شفتي؟ يعني كان ليا حق ما قلت لك بلاش تبلغي البوليس. صح صح صح، النمل والفرع. بعد كده بقى حصل ايه؟ حصل ايه؟ ما انا كان مغمى عليا، بس فوقوني فوقوني. اول ما فوقوني قلت اجري عشان الهويس اتفتح. قلت له اضرب يا عبد الهادي. عبد الهادي؟ اضرب يا عبد الهادي، خد قوتي يا عبد الهادي. اضرب يا عبد الهادي. تبنا الى الله. اضرب يا عبد الهادي. تبنا الى الله. اضرب يا عبد الهادي. اهلا اهلا. كل ما اقول لحد بريزه فكه يبص لي ويتنح. هو ايه اصله ده؟ كاني بتكلم لويندي ولا اوغندي. يا اخويا مالك متلبش كده ليه؟ ما تفك حبه. اصل الحته دي مقطوعه وانا خايف حد يثبتنا. ويا اخويا لما بتخاف كنت بتلغي ليه ان شاء الله؟ ولا تكونش باخدني؟ يا لهوي مين ده؟ كمل يا على بسرعه بقى في المفاجاه دي. حلو يا ولاد الكلب، انت بتقعد تفاجئنا حفله ولا ايه؟ حفله. اطلع بسرعه يا جدعان. اه وده كل اللي حصل، وده كل اللي انا فاكره. اخس عليك يا عمر، كنت فاكراني غاليه عندك قوي، وخصوصا بعد ما حلفت بحياتي انك مش هترجع للسكه دي تاني ابدا. بس هقول ايه؟ خساره. والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا تبت. انتوا ليه مش مصدقيني؟ هو انا من الكفار ولا شايفيني بقرون حمراء؟ عمر. نعم. اول ما عرفت ان انا ست معيوبه وما بخلفش طلبت طلاق من جوزي، وقلت بكرامتي كده بدل ما في يوم من الايام الاقي نفسي مرميه في الشارع. ساعتها رجعت لكم واتلهيت فيكم في مشاكلكم وفي تربيتك، تربيتك انت واختك. كل ما ابص في وشك وفي وش اختك اقول الحمد لله ربنا قطع من هنا وبيوصل هنا. خصوصا انت يا عمر، كل ما ببص في وشك بحس انك ابن البكر اللي انا ما خلفتهوش. عرفت ليه انا بحبك قوي وبخاف عليك قد ايه؟ والله العظيم انا مقدر كل ده وحاسس بيكي قوي، بس انت لازم تصدقيني. اصدقك ازاي؟ اصدقك ازاي وانا قلبي موجوع عليك؟ تروح تضرب ازازه مش عارف ايه، وفرح مدرك ايه، وتتوه وتتسرق فلوسك وعربيتك، واليوم اللي سقط منك وانا مش عارفه ايه اللي حصل لك فيه وانت مش داريان يا عمر. ولا حاجه ان شاء الله. هيكون حصل ايه يعني يا حبيبتي؟ هيكون حصل ايه يعني؟ ولا حاجه. وبعدين ده اختبار. قولنا اكيد اختبار. هي الجوازه دي ما كانتش مريحاني من الاول، وانا قلت لك. يعني أنا كنت غصبتك عليها؟ لا بصراحة لا، مش عارف العكوسات دي كلها جاية لي منين. نعم. والمصحف تبت؟ والله العظيم تبت. أنت ليه برضو مش عايزة تصدقيني؟ هصدقك هصدقك. يلا ركز في شغلك عشان ما بقاش موت وخرب ديار. طب سامع؟ أيوة كده. أيوة يا تينا بقى. ايوه كده. بس انا مش هرتاح لما اعرف يوم الجمعه ده راح فين.
معقول يا دكتور؟ الناس خللت من كتر الانتظار وما بقتش عارفه اقول لهم ايه. اسمعيني كويس يا حنان وركزي معايا. خير؟ انا فرحي فرحانة. كان يوم ايه؟ كان يوم ايه؟ كان يوم الخميس. الخميس صح، ما انا قلت لك ان الخميس. احنا عارفين ان الخميس. حلو قوي. انا بقى دايخ على يوم الجمعه لاني صحيت لقيت نفسي السبت. مالك يا دكتور؟ هو حضرتك تعبان؟ يا حنان ركزي مع الدكتور شويه، في يوم وقع منه يمكن لقيتيه ولا حاجه. لقيته ايه انت كمان؟ انت بتهزر؟ احنا بندور على المفتاح ضايع. يا صلاح. خلاص ما لقيتوش ما لقيتوش. ركزي معايا يا حنان، ركزي معايا. انا مثلا كلمتك في اليوم ده مثلا؟ مثلا؟ لا. جيت العياده مثلا؟ مثلا ولا جيت العياده؟ فتحنا العياده مثلا؟ اصلا الجمعه اجازه. طب ما انا عارف ان الجمعه اجازه، انا كل ما اكلم حد يقول لي الجمعه اجازه. طب ما ندور في حته تانية يا دكتور. مش طلع بره. بره. ركز يا حنان. بره. ولا جيت لي خالص الجمعه انا؟ ابدا. طب اطلع بره. حد امتى هتفضلي حتة لحمة مرمية لكلاب السكك اللي ما بتشبعش؟ وامتى هتبقي لبانة في بق كل عيل ياخد منها حلاوتها وتفها تحت رجليه؟ لحد امتى الدنيا هتفضل تفك فيكي؟ وعايش براحتك انت. انا حاسس ان انا مكان الرحراحه. بس اللي مجننك قبطان انت، ليه رابط روحك بيهم لغايه دلوقتي؟ لم نفسك بدل ما تتدار هنا وتتداوى. ده لحدتي وبنطقتي الاصليه، مش ابن بلد ولا اه؟ طبعا طبعا. بس انا بصراحه ببقى فرحان وانا جاي هنا، عارف ليه؟ ليه؟ عشان انت اللي بتسوق وانا برتاح. اتفضل يا صلاح بيه. ماشي. اتفضل يا صلاح بيه. اتفضلك. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا قبطان. وحياة امك لكون عاملة عليك فتح وفرقعة الغلابة يا ابو دراجي يا ابو الشمامة. نزل ايدي. ابعد عينك عن علي. انا واحدة ست مدى ايدي عليها. طب خالي. يلا. امال انت اللي تمد ايدك على واحدة ست؟
سيبوكوا بقى من كل ده وركزوا معايا. ركز يا مرجان. وانت برضو يا سيد ركز معايا. يوم الفرح، يوم الفرح كان يوم ايه؟ مدام فرح يبقى يوم الخميس. عارفين يا ابني اليوم الخميس كان فزوره، ما انا عارف انه الخميس. انا بقى صحيت لقيت نفسي السبت. الجمعه بقى، الجمعه اللي بتوينهم ده راح فين؟ ايوه راح فين؟ راح فين؟ بس لقيتها الجمعه اجازه. الغبايه اللي انا وقعت في وسطيها دي يا ادم. احنا عارفين ان الجمعه اجازه. ايه كده انت كده ركزت؟ متركز معايا يا مرجان؟ ركزت. احنا عارفين ان الجمعه اجازه. انا في يوم وقع مني بدور عليه في وسط الاسبوع مش لاقيه. انت دوست ايه اللي لقيتها عدم المؤاخذه؟ دوست اللي لقيت الفرح؟ البتاع اللي كان في سيلوفان الشفافه ده، الاخضر اللي شبه البانجو ده. ايوه مشروب كيف الالاجه والمنجاها والهباه. ده جابوا لنا واحد مجبر وازاي حبيبنا زيك تاني. هو ده مصيبه سودا. ده انا خدته من هنا ودماغي فيمت وعيني عكوسات ومبقتش فاهم اي حاجه خالص. ويوم الجمعه مالي الجمعه يا حبيبي؟ انا هقول يا بنت الجمعه مالي؟ هو عيدك يا بنت. بغض النظر. بغض النظر اهو. ليه؟ تغض البصر. قول لي يوم الجمعه راح فين؟ ده مرجان قالك فيه ايه؟ انت اخويا واختي. يا ريت لو المصحف اختي اهو. طول عمرك فهيم يا قضبان. هي كده دماغ زباله تخليك تقتل القتيل وما انتش حاسس، بتقوم ييح زي اهل الكهف. هي اهل الكهف اللي انا وقعت في وسطهم، محدش فاهم حاجه. الله الله مالك يا غزال؟ غزال الكسر كمان ولا ايه؟ بس كده يا رحمي لسه احرق دوائي. معلش معلش انا جايب لك لقمه. ايه بقى تقوم بيها عضل؟ بطلي بقى جو النكد والعياط ده. حبه لحمه راس مربطوني يا خلوص. معلش كلاب السكك ياما، وبعدين برزرز اللي نفسه في العسل يستحمل قرص نحله بقى ولا ايه؟ ولا حتى اخدوا ما شاء الله اللي كانت في رقبتي. خدوا ما شاء الله؟ مش هتهنوا بيها، الحرام ما بيدومش. اسالين انا. بقول لك ايه؟ ارزعينا بقى اتنين ابو نعناع كده يساعدونا في هضم الاكله دي. يلا. انا مش لازم شغل تاني. صح عندك حق ومليون صح، بس الجمله دي ناقصها كماله. كماله؟ كماله ايه؟ هقول لك انا بقى يا اختي، انت مش نازله الشغل تاني لوحدك ورجلي على رجلك. يا اخويا ما تكتب فيا ثواب وتشغلني في اي بيت من البيوت. شغل البيوت انضف واحسن، اهم اربع حيطان يلموا لحمي من كلاب السكك الشمامه. يا غايبه غايبه والله. الشقه اللي بتتكلمي عليها دي الحكومه معاها مفاتيحها، اول ما بتزنقوا يفتحوا ويقشلوا فيها ويعملوا الليله. انما شغل السريحه بتاعنا ده صلاه النبي، ده اعمال حره بصحيح. ولا تبقي مجبوره المعلمه ولا تبقي تحت عين حكومه. ما ترزعينا بقى ابو نعناع. ما تيجي ناكل لحمة الراس قبل ما تبر. أنا بقول كده برضو. كويس إنك هنا يا دكتور غازي عشان تشهد. مالك يا دكتور؟ في حد مضايقك؟ يشهد عليا يا دكتور. لو سمحتي فسري كلامك. إزاي أبقى كاتبة إمبارح تقرير عن طفل دخل الحضانة بأزمة حساسية على صدره ومحتاج رعاية مش أقل من أسبوع، وتيجي المستشفى تخرجه تاني يوم وتعرض حياته للخطر؟ طب اهدي بس يا دكتورة، ما يمكن اهله هم اللي طالبين كده. اهله واقفين عند الحسابات يا دكتور بيعيطوا بالدموع علشان الطفل ما يخرجش، ناقص يخلعوا هدومهم. دكتورة صفوة، هل حصل قبل كده ان المستشفى دي اثرت معاكي في مرتبك؟ من فضلك يا دكتور عون. انت بتاخدي مرتب قد اللي بياخده اي زميل ليكي اتخرج معاكي في نفس السنة 10 مرات. وبعدين سيد الحضانه اللي انت بتتكلمي عليه ده بيكلف المستشفى مبلغ فلكي ما تحلميش بيه. وعشان المستشفى دي تفضل كبيره وتفضلي حضرتك تاخدي المرتب الكبير اللي انت بتاخديه، يبقى لازم اللي يجي عندنا هنا يبقى قد دخول المستشفى. دي لغه حوار انا مش هقدر استحملها. يا دكتوره الموضوع مش مستاهل، وبعدين الحل بسيط، احنا نشوف حاله الطفل وصلت لايه
ولو فعلا محتاج رعايه ننقله بعربيه اسعاف لاي مستشفى تاني يكون ارخص شويه. ما اظنش ان دكتور عمر النواوي لو عرف هيبقى مبسوط. دكتور عمر النواوي ودخله ايه في الموضوع ده؟ هو مش شريك هنا؟ انا بقى هقوله ونشوف. الاداره مسؤوليتها انا يا دكتوره، والدكتور عمر النواوي بتاعك ده يا دوب شريك، وشريك بنسبه قد كده. بس النسبه اللي قد كده دي يا دكتور عاون ان شاء الله. عاوني اه عاوني اه. النسبه اللي قد كده دي تسمح لي اني ارجع الطفل الحضانه تاني، صح ولا انت ليك راي تاني ولا ايه؟ ماليش راي تاني يا عمر. خير يا دكتور؟ طمني ارجوك. ما تقلقش خالص، حاجه بتحصل كتير جدا جدا جدا، وما تشغلش بالك، تقدر تيجي في اي وقت وهيفضل هنا، مش هيخرج الا لما يبقى كويس قوي وزي الفل. انا مش عارف اقول لك يا دكتور، كتر الف خيرك. وعلى فكره والله انا قلت لهم انا مستعد امضي على شيكات كمبيالات، بس ما خرجوش ابني وتعبان كده. ارجوك يا دكتور والنبي. ولا شيكات ايه؟ ولا شيكات ولا دياوله. انت تتفضل دلوقتي تروح وتيجي كل يوم تطمن عليه لغايه لما يخرج. معقوله؟ كتر الف خيرك يا دكتور، كتر الف خيرك، ربنا يكتر من امثالك يا رب. مش عارف اقول لك ايه، ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك. من هنا. اه معلش يا دكتور. ولا يهمك. ربنا يبارك لك، ربنا يكتر من امثالك. كنت متاكده ان ده هيبقى موقفك. كويس، انا لسه في حاجه انت متاكده فيها. انت كنت غصان فين امبارح؟ دي اختك كانت هتتجنن عليك. قولي لي يا صفا، انا فرحي كان يوم ايه؟ فرحك؟ اعتقد كان يوم خميس. ايوه صح، ترددت ليه؟ هو الخميس فعلا. الجمعه بقى، الجمعه اللي بعديها. ايه؟ مش فاهمه قصدك ايه. انا قلت بالاول محدش فاهم اي حاجه. وحشتني يا خالد يا ابني، وحشتني قوي. انا كمان ما وحشتكش. طيب هكلمك، يمكن ترد عليا المره دي. ها، لو انا وحشتك رد عليا. يلا رد عليا بقى، مش انت وحشتيني يا ابني. ما بيردش عليا، يمكن مشغول ولا نايم ولا يا عمو. ولا ايه؟ نوم نوم نوم. انت ايه ما بتزهقش؟ ده احنا بقينا العصر. حصة اعمل ايه؟ ما هو الزهق دواه النوم. بقولك ايه، انا جيت المدرسه ما لقيتش اي حد في البيت، وهنادي عامله الغدا زي ما تينا قالت لها بالظبط، فقلت بقى نيجي نتغدى انا وانت سوا. يا ترى تسجلها كام في كندا دلوقتي؟ ولا ايش عرفني يا عمو. هو خالد لسه برضه ما بيردش؟ بطلبه بالنهار ما بيردش، بالليل ما بيردش. الظاهر النمره غلط، ولا الظاهر مسح نمرتي من عنده. شكلك انت اصلا نمرتك فيها حاجه غلط. يعني ايه؟ ما يكونش مسح النمره للدرجه دي؟ هنت عليه؟ لا يا حبيبي، ما هو لو كان مسح النمره كان هيرد عليك، لانه ساعتها مش هيبقى عارف ان انت اللي بتتصل. فتح مخك معايا كده. ايوه عندك حق. انا جهزت لك اللي امرتني بيها ست الكل. يوه، اخلص وخلصنا عشان تلحق تروح للدكتور. يلا يا صلاح. طب مش محتاجه اي حاجه يا ست الكل؟ لا متشكرين قوي، انجز وخلصنا لاحسن. هما ساعتين وبعدي عليا. اوكي. ايه ده، مدام اكتفينا؟ اهلا يا منى. اهلا مدام منى. حسن، اعرفك باشطر مديره سنتر في البلد، مدام تينا. اهلا وسهلا.
اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. ده حسن جوزي ودول توأم القرود اللي مجننيننا. سلموا على طنطي يا ولاد. اهلا يا حبيبتي. اهلا. بسم الله ما شاء الله. اهلا يا حبيبي. ربنا يخليهم لك يا منى. ميرسي يا حبيبتي. طيب اسيبكم، فرصه سعيده. انا اسعد. ها قولي لي عامله ايه بقى، اخبارك ايه؟ تفضلي يا منى، كل البنات في انتظارك. بس وحياتك ما تاخرينيش لحسن الراجل متدبس في العيال وهيخنقني. اه طبعا طبعا. اتفضلي. مالك يا تينا، في ايه؟ لا لا مفيش حاجه. اخبار الشغل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي تمام. انا شفتك من الشباك واقفه مع طريقك ومعاكم مدام منى. انا قلت ايه الغاز دي؟ ولا الغاز ولا حاجه، منى دي تبقى مراته. واو، انت ما كنتش تعرفي؟ لا ما كنتش اعرف. هو عندها منه توأم زي القمر، ربنا يخليه له. ست مدونة، جمهورك بيستعجلك بره. ما تخلصي يا غندورة، فاكرة نفسك في الكوافير. حالا يا روح الروح. طب بسرعة، استنيكي بره أنا. ها؟ تعوقيش. عينيا. مش حاسس أنا عليا دي. بقول لك إيه؟ يلا معايا. يلا يا أختي. يلا يا أختي. استنى ألبس النضارة. يلا. يلا. ماشي يا سنيورة. كده كده هو. وحيني بس. يا ابن الايه يا غازي، بتقع انت بشويه اماكن حنينه كده. لعيب لعيب يا دكتور. مفيش اكتر من الحنيه، بس انت ظاهر التوبه نسيتك. اختبار اختبار. الحمد لله. بص 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 بص. ايه؟ مش الشعر السايح ده انت اصحابك؟ سايح. تعاوني. اه سايح ده هو. يا ابن الايه، ده شكله ظابط مزه وعايش. وقاعد في الضيق وايه؟ تيجي ندخل عليه. ندخل عليه؟ اه. مش عايزين مشاكل بقى، خلينا في حالنا. بلا مشاكل بلا بتاع، تعالى بس معاك مشط. انت هتسرح له كمان. بالراحه بالراحه يلا. لا وبيضحك وشاب يعني شاب. الدكتور عوني يا جميل يا حلو. اهلا اهلا اهلا. وصلنا يا مدام. مدام اكتفينا، احنا وصلنا يا هانم. ها؟ اه في ايه صلاح؟ لا 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 خليك براحتك، ولو عايزين اتمسمر هنا لغايه الصبح مش هرمش. احنا كلنا في داك يا ست هانم. في ده ايه ايه الكلام الفارغ ده؟ انت بتخرب بتقول ايه؟ انا لحم اكتفي من خيرك يا ست هانم. وقليل الاصل بس هو اللي ما حسش بوجع الغاليين عليه. وانا بصراحه حاسس بيكي من ساعه ما شفت الاستاذ حسن اللي معاه. انا مش قليل الاصل يا ست هانم. كل واحد باخد نصيب، وانا راضي بنصيبي الحمد لله. يلا روحي. سلام يا ست هانم. الشر واقفه كده ليه يا ست تينا؟ مالك تينا؟ تينا يا وحي البرك. خلاص قلت لك مليون مره اسمي تينا. تينا قولي ورايا. تينا تينا تينا. خلاص حفظتها. ها تينا 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 كلنا كده عايزين تينا. انت بتترقصي انت بتترقصي. شوفي نفسك فين؟ في كتان. والله العظيم لولا ان انت متربيه عندي وانت عندك خمس سنين كان زمان يا شيخه فسيتك. الدكتور عمر فين؟ لسه ما جاش. وسامة يا فضحتي؟ فضحتك؟ ست سما ست سما هي نايمة فوق من بدري. والله؟ اه. جبتيها لوحدك دي؟ اه. أنا مش عارفة البنت دي بتشرب وبتاكل إيه؟ بيخلي جسمها ودماغها تخان في وقت واحد. في حاجة تعمل كده الاتنين في وقت واحد؟ هدي نفسك بس هدي نفسك. ست تينا. تينا تاني؟ نعم يا زفتة. أحضر لحضرتك العشاء؟ لا، هاكل لما الدكتور يا عمر يوصل بإذن الله. خلاص راح اتعشى انا، ولما الدكتور عمر يوصل ابقى اتعشى تاني، ما فيهاش مشكله.
جو افلام الرعب ده يا رنا. وطي صوتك ما توديليش في داهيه. انا خايفه عليك، القلق مش حلو للي في سنك. اوه تحت طيني من اولها. ماشي بلاش صوت الكعب ده. دي جزمه بس كعبها عالي، وبعدين مش عاجبك شيلني. شيلك طب ما تخليكي جدع مش شيليني انت. طب خلاص خلاص اقلعي. اقلع هنا يخرب بيت الجن وصور. انت فاهمه غلط، فاهمه غلط. ايه الجزمه؟ الجزمه هو انا اللي كنت فاكره. لا ما تفتكريش ما تفتكريش. لما نشوف جوه. اسمك زفت هنادي. خير يا ستي، كفالة الشر في ايه؟ انت مش قلتيلي ان سما نايمه فوق في اوضتها؟ هي اللي قالت لي اقول كده يا ستي. يعني بتسمعي الكلام يا هي وتكدبي عليا انا؟ يا متنهله على عينك. امال ليه عنفتن؟ بنت راحت فين؟ الساعه واحدة دلوقتي ولسه ما رجعتش. يا لهوي العمر يرجع قبل ما هي تيجي، تبقى مصيبه. استرها علينا يا رب والنبي يا كريم. يا رب انت كريم يا رب وعلم بحالنا. نفسي اعرف البنت دي بتتنايل بتروح. اه الباب بيخبط، الحقي شوفي مين غلط. اهي جت اهي، بس عشان ما تبقيش تظلميها يا ساتر. ايوه يا ست سما جايه اهو. فين ستك تفيله؟ يا فين؟ في ايه؟ الحقينا يا ست هانم الحقينا. مصيبه يا ست مصيبه. مصيبه ايه يا متنطة؟ شكرا يا غازي، تصبح على خير. راح عليه يا عمر، هي برضه لسه صغيره. والكلب ده مش عارف انها لسه صغيره؟ معلش كان لازم برضه نسمعه ونفهم منه اللي حصل. اسمع ايه؟ اسمع يا غازي، هو ده في كلام؟ انا لولا ان انا قلقان من الفضيحه كنت كسرت دماغه. معلش ما هو قال لك برضه ان هو قابلها صدفه. صدفه صدفه. تصبح على خير انت حبيبي. مع السلامه. مع السلامه. اهلا يا هانم، شرفت. كنت فين يا بيه؟ كنت في 60 داهيه. سيبوني في حالي بقى. 60 داهيه؟ استني عندك. ايه ده؟ انا مش فاهمه الافوره دي كلها على ايه؟ ما انا قلت لك شفته صدفه صدفه. انت عايزه تتربي؟ عمر عمر استنى بس، قولي 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 ايه اللي حصل؟ عملت مصيبه مش كده؟ حصل ايه؟ احكي لي. اه بيخ. طب اهدى 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 عشان خاطري، احكي لي ايه اللي حصل. يا دي الليله السوداء. طب عندك بتعمل ايه؟ انا يا دكتور بتعمل ايه؟ ما هو اصل المصايب لما بتهل علينا بتهل علينا بالجمله. مصايب؟ مصايب ايه تاني؟ احنا هنقضيها كده على طول بالهمس؟ مفيش باللمس. وبعدين ده انا خلاص حيلي اتهد ووسط اتكسر من رأس السكتي ده. يا بيت يا بنت، اللي بنعمله ده زي النومه، اللومه بتتنظر، احنا كمان مش عايزين حد يزورنا. يلا جميل. شايف يا دكتور؟ شايف عمك المحترم عامل ايه؟ شفت جايب ايه في بيتك؟ بيتك المحترم اللي فيه ناس محترمه، ايه اللي انت جايبه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا عمي ده؟ ايه القرف ده؟ خمره ونسوان في بيتي؟ مساء الخير. اتفضل يا مس. المس بتاعتي جايه تديني حصه ايروبكس. هو ده اسمه ده بقى ان شاء الله؟ في ايه؟ ازاي تظنوا فينا الظن الوحش ده؟ اه ده ده هي كده، انتوا احرجتوها خالص، كسرتوا بخاطرها. والله العظيم ثلاثه، لولا انك عمي كان زمان دلوقتي ببلغ عليك بوليس الاداب. والله إيه عندها حق، والله عندها حق. طب نقي تشوز، هتهالي وتعالى ابص لك عليها الاول على الاقل نطمن. عمر انا قصدي ده بيت محترم. الكلام ده ما حصلش في البيت المحترم. ايوه في اماكن تانية تعمل فيها المسخره دي، ولو مش عارف قول لي وانا اقول لك اسمها ايه. هيا الزح، المكان هنا مشبوه. طب ينفع اسالك انا على الاماكن دي اسمك ايه؟ عمر. اسمي عمر. كان زمان وخلاص. تبني بقولك يا اخويا. ايوه في ايه؟ انا بدل ما هجيب البوليس لواحد هجيب بوليس الاداب لاتنين فيكم. مغاوري يا فندم، لم الزباله دي وارميها بره. حاضر يا ست. بره. يلا يلا يا مغاوري يلا، ما تسيبش منها ولا حته. حرميها. حاضر. وانت حسابك معايا بعدين. خدها يا مغاوري خدها، ربنا يستر على ولاياك. حاضر حافظ بيها. خدها يا ابني.
امشي امشي يلا يا اختي امشي معايا يا حلوه. ما قلتليش انت عندك كم سنه يا مغاور؟ ماشي في 32 يا اختي صغنونه. قدامي امشي يا بنت قدامي. ضربت معلم يا دكتور ورد سريع ما كانش على البال ولا على الخاطر. لا انت مش متخيل منظره وهو واقف مبلول ومش لاقي اي حاجه يقولها ومش عمال يعرق وجاب يجيب لون وكل اللي قادر يعمله انه عمال يجز على اسنانه ويغل في نفسه لدرجه اني خفت يجي له سكر البعيد. كل اللي لحقته اني اسحب السيجاره من ايد البنت اخته. انت عايز الصراحه؟ انا قلت انه هيعمل مصيبه. لا ما يقدرش، هيفضح نفسه ويفضح اخته. لو عمل اي حاجه الناس هتتلم والصوت هيعلى والاسامي هتتقال، وساعتها بقى هنكتشف ان الموبايلات والكاميرات اكتر من اللي شايلينها. باختصار كده عمر اتصرف صح. لا بس انت بقى حسبتها صح الصح. ارمي بقى السيجار هياخد صوابعك. انت مش قده بتشربه ليه؟ بقلدك يا دكتور، ما انا عشان بحبك ومثلي الاعلى. شاطر انت يا تلميذ، شاطر يا مرتضى. تلميذك يا دكتور. بقول لحضرتك ايه بقى، عايزين نسيبنا من لعب القط والفار دوت ونقطع عرق ونسيح دمه ونخلعه بقى من المستشفى ونخلص منه. مستعجل على نسبتك انت مش كده؟ عيب يا دكتور، وانا عمري اتكلمت في فلوس، انت بس وعدتني ووعد الحر. وانا عند وعدي، بس نخلص منه الاول يا دكتور. قلبي مش مطوعني ان انا اقول لك يا دكتور. تعال تعال. مريضة عينك ما توركش ايدك، اول ما شاورلك تروح ترمي شباكك على الضحيه على طول. ديل ديل يا اخويا ديل. ولا انت عارفه عن ايه ديل وبغبغان بيقولوا بس. يا اخويا لو وربت عنك ولا غفلت ابعت لي رساله على محمود. وايه الغرامه بس يا بنت الحلال؟ واحنا جايين نشتغل ولا جايين نعمل ايه؟ الله الله ما تزقش يا اخويا قوي كده. ايه مالك؟ خلقك بقى ضيق كده ليه؟ يا وش يا وش على بريزه لا تفك منك. هي فكه لوحدها محتاجه تفك. يلا جوه. حجو يا اخويا حجو. تعالي هنا. إيه؟ انت عارف عن ايه جوه اللي بتقول كده خلاص برضه؟ طبعا يا اخويا انا بفهم افرنج احسن منك كده اهو. الله اكبر الله. خش يا اختي. تعبانه اظن كفايه قوي بقى الطريحه اللي انا خدتها قدام الناس والمرمطه اللي شفتها قدام اليسوى والمسواش وكل ده ليه؟ انا مش فاهمه. ما شاء الله ليكي عند الطيب بعد كل اللي سمعته عنك. ها سمعتي ايه؟ واحد وقابلته صدفه فيها ايه دي؟ انت يا بنت جايه مدينه غريبه عند رتنا كده ليه؟ اخوك يشوفك مع راجل زي ده وتقولي فيها ايه؟ احمد ربنا انك لسه عايشه. يا ريت انتوا بس ما تعيشوش في الدور وتفوقوا بقى من نوع من الوصايه اللي انتوا عايشين فيه ده وتخلعوني من نفخكم شويه. على فكره دي اسهل حاجه ممكن نعملها، بس ساعتها هتلاقي نفسك واقفه لوحدك وسط عيون ما بترحمش وايدين عايزه تنهش كل اللي طلبوا منك. هيبقى ظهرك عريان ورجلك هتبقى غرزه في وحله ملهاش مخرج. ساعتها هتفهمي كويس اللي احنا بنعمله معاكي. من غير مواعظ وحكم انا مش فاهمه منها حاجه. انا ما عملتش حاجه غلط، ده واحد انت مشاركه وبتشتغل معاه، قابلته صدفه عزمني على حاجه قعدت اشربها. وبعدين يعني مش هنضحك على بعض، انت اخر واحد ينفع يلعب دور الواعظ ده، ولا كنتش فاكرني صدقت حبتين التوبه اللي اشتغلنا بيهم. ايه ده اتكلمي؟ متأكدة ان عوني لا يمكن يسيب عمر، هيفضل وراه من اي حته عشان ينغص عليه حياته، بس ما كنتش اتصور ان يوصل للوقاحه والدناءه دي. سما عمر اتجنن وكان هيقلب الدنيا على نفوخ. ربنا سترها اني كنت موجود وعرفت انها قبل الفضايح. البنت في سن خطره والثعلب العجوز لعب عليها، اكيد زغلل عليها بشويه هدايا. مش قادر افهم لما هما بيكرهوا بعض قوي كده مكملين ليه؟ ما يفضوها وكل واحد يروح لحاله. صعب قوي ان ده يحصل دلوقتي بعد النجاح والاسم الكبير اللي حققوه وبعد الناس كمان الثقيله اللي شاركته. بس سيبك انت وحشتيني قوي. ده ما هو باين بدليل كلامك كله عن خناقه عمر وعوني. الله مش يمكن حجي عشان اجيلك النبطشيه؟ انت مش محتاج حجج عشان تشوفني. يعني اعتبر ده وعد.
علينا. ايه يا يارا، ما يتفرج يتفرج. الله، ايه يا يارا، صاحبتك مالها؟ وانت مالك انت؟ ما تخليك في اللي معاك. بالظبط كده، خليك في اللي معاك وما حدش يبص على اللي مع التاني. انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ركزي شويه. معلش يا حبيبتي، انا اسفه، انا عارفه ان انا سخيفه قوي. انت سخيفه قوي بصراحه. في ايه مالك؟ كل ده عشان الدكتور بتاعي؟ الدكتور بتاعي ده هيشوف معايا ايام سودة وحياة امي نفسها تبقى سيدة مصر الاولى، ومش هتطلع الهوا وهتشوفي. الراجل ده جاب لك كيسس، وانا هجيب لك البلد في دماغه وهخليه يلف حوالين نفسه. ايه يا عمر؟ ايه يا دكتور؟ اوعى يكون كلام البت المهفوفه لهبل ده يكون اثر فيك. ايه يا عمر، ده انت ابو الحنيه، وبعدين انت عارفها مدب في كلامها. واضح ان احنا سهينا عنها كتير. معلش، انا معاك ان البت دي طقه طقه، مش كمان حبه بس، دي طقه حبتين بس، والله بترجع في الاخر تاني. لا يا تينا، احنا نسيناها. واضح ان انا اتشغلت عنها كتير جدا، الشغل والحياه اللي انا فيها لهيتني عنها. بقولك ايه يا دكتور، مش هندور في اللي فات، اللي فات مات بقى يا سيدي. بص، سمع نادية شوية بس، اذا كنا تلهينا عنها اليومين اللي فاتوا خلاص يا سيدي نقرب لها تاني. يا ريت يا كوكي. كوكي كوكي طلعت تبقى روق. يا رب يا رب. يا مسهل يا رب، يا مسهل. احنا جايين نعتذر ونقول لكم ما تزعلوش مننا. سوري يا موري، ما تزعلش مني. تينا تينا، ما تزعليش مني. ها، فكيها بقى، ها فكيها بقى يا عودة، فكيها، فكيها علينا بشوية هوا. حاسب شوف حقك بيعمل فيها ايه. معلش يا تينا، راجل كبير وبيخرف يعني هتاخدي عليه مع الوقت. مش وبعدين تعمل لي فيها شد، ما انت رجلي بره ورجلي جوه. ايوه صح. بقول لكم ايه، عندي فكره ليكوا عظيمه. الويك اند ده بقى نروح البلد. بلد؟ هو لسه في حد بيروح البلد؟ ايوه، منها نغير جو ومنها نشوف ارضنا. لا انا ما اروحش البلد، انا بيجي لي حساسيه من ناموس. ناموس ايه؟ ما فيش اكتر من الصواعق هناك. صواعق؟ صواعق ايه؟ طب ما نخليها شرم. السخنه. مثلا. بطل دلع بقى يا عمر، البلد يا عمر، لو مش عاوز ازعل كوكي. يخرب بيتك صاروخ، ما تقربي مني شويه. عندك فار مليان عيني لحد هنا، واللمبه الحمراء تنور. يا بنت انا اللي جبتي تنورت لحد اما شاطط. يبقى سقسق روحك بازازه ميه وانت تبرد. بقولك ايه، لما تدور وخلي ايدك جنبك لو لازمينك. ليه بقى الجو ده؟ ما احنا كنا حلوين مع بعض. الحلوه بتاكل يا حبيبي، انما انا لا. هديك اللي انت عايزاه. ما باكلش من الكلام ده، احنا نتفق ونعربن. خد يا اخت عربن. مرضيه كده بقى، يبقى عندك العيب واذى. طب يلا بقى الحق. زين يا بت. انا ما عملتش حاجه. انزلي انزلي يا رحمك، انزلي. كمل بنت دي قاعده عندك على المكنه. يالا في يالا، انت مين ياض وعايز ايه؟ ده بيقول يا تعالى ده. انا هلا. ايه يا عم، احنا شرطه المصنفات. قال لي بياض الواد ده، وخليش في فارق. يالا يا عم فارق ايه، انت بتكلم ازازه؟ عايز فلوس خد فلوس وسيبني امشي. صح كده، خد فلوس. احنا ناخد الفلوس وتخليك بولايت في الكلام كده. بولايت؟ بقول لك ايه، دو يو سبيك انجلش؟ ايه انجلش؟ ما ترد يا اخوي، ولا شاطر بس تتشطر عليا انا. ما خدتهاش دي. ايه لا القميص ده؟ كل لا القميص، القميص لا. ولا ما تخلص يالا. القميص اهو. حاضر بسرعه. حاضر. ايه حاضر؟ حاضر يا نجم، حاضر يا نجم. ايه وكمان البنطلون ده؟ لا كل البنطلون. ما عنديش انا اللون ده. يا العاده اقلع. حاضر حاضر حاضر. بسرعه تاخد الجزمه بالمره. اقلع كل. حاضر يا حبيبي. حاضر. شاطر يا حبيبي شاطر. خد يا نجم. بسرعة. حاضر حاضر. ينيلك معاش عس. هي ليلة سودة انا عارف. بحر على طول يا وناشة. خفيف خفيف كده، زي ما انت واقف قدامي اغمض عيني افتحها ملاكش، هفورك لو لقيت. حاضر اهو.
حاضر. انت تعرف شكلي هروح ابلغ عني الحكومه. ما تتخديش قوي كده، اللي يعرف ابويا وابوكي يدور علينا. اركبي. ولا بولا. نعم يا ريس. هات المكنه حصلني. اه حاضر يا ريس. بسرعه يالا. لا بيحب عامل لي فيها يا حبيبي. يلا ده بولا بسرعه يالا. حاضر يا ريس. ورايا. انت مجنونه؟ في حد يسوق بالطريقه دي؟ بطل يجبني يا عيال. بقول لك احنا مش شايفين قصادنا. بليز يلا نروح. مش قبل ما اطلع عين اهله. وانت ايش عرفك انه جاي بس؟ يا بنتي انا عارفه، عندي جواسيس في كل حته في البلد دي. جواسيس في المستشفى، جواسيس في عيادته، قريب قوي يا يارا جاسوس في البيت بتاعه. عشان كده انت مقعدانا كل ده في الديسكو؟ هو يا يارا بقى انت عايز تروحي تعملي ايه بقى؟ يا بنتي انا امي عامله لي فيها المفتش كرومبو، وكل يوم تسالني اسئله كتير. يا ستي قولي لها اي حاجه هتصدقك. انا بقى معيار هاني ما بتسالنيش على اي حاجه خالص. نسياني اصلا. كل همامها ان هي تبقى سيده مصر الاولى. يا سلام يا بنتي، عارفه لو باباكي كسب في الانتخابات ده احنا هنعيش. المصلحه الوحيده ان الجواسيس تبقى في بلدي. اه بحلتها جه اهو. استني هنا، انت رايحه فين؟ انت سكرانه، ما ينفعش تنزلي. هروح له بس يا ورا. عارفه ما ينفعش تنزلي. اسمعي الكلام، استنيني هنا اروح اشوف واجي لك. طب انت شويه وبعدين. يا ورا احنا جايين هنا ليه؟ يا نهار ازرق. ايه في ايه؟ البيت البارده المجنونه رجعت تاني. داريني صلاح، داريني صلاح. انا مش انا. اتفضل يا دكتور صلاح. صلاح ازاي؟ الله يخرب بيتك. اتفضل يا دكتور ابراهيم خليل محمد. الله يخرب بيتك. الله يخرب بيتك يا عمر. انت دايما تعمل كده. تزعل دي مشكله قدام اي حد اتعرض لها. عادي ان حد يتعرض لها، لكن ما ليش حد ينصح. لا يا حبيبي انصح. جايه 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 جايه. يلا اسود. حاضر. بقول لها ان انا مش دكتور عمر. كويس انك هنا. الحقني، الحاله توأم والوضع مش طبيعي، وحاسه ان في خطر على الام والاطفال. في خطر؟ خطر عليك انت لوحدك. يا ريت تقف معايا. يلا 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 يا دكتور. يلا حضرتك تقدر تستني في الاستراحة. يا أخي أنت مالك؟ ماشي يا عمر ماشي. أنت متأكد يا مرتضى؟ عيب يا دكتور، أنا عامل لكل واحدة عارفها ملف، ودي بالذات كان عليها العين عشان مركز أبوها. دي بقى بنت ربيع رجائي الوحيدة وما عندوش غيرها. كده بقى يبقى صاحبك لبس في حته سنة. لا ده لبس في خرسانه. احنا بالفيديو ده هنعمل له فضيحه كبيره. انت هتفضل طول عمرك غاب يا مرتضى. ليه بس يا دكتور؟ ما احنا هنخلص من قرفه. لا الفيديو ده ما فيهوش اي فضيحه. واحده وبتلاقي حكيتي عليه عادي، بتحصل مع اي حد. ومخك راح فين يا دكتور؟ مخي راح للي يهمه الفيديو ده، واللي بسببه ممكن يقصص دي للدكتور. مش بس كده، ده ممكن يرمي من الدور العاشر. مش فاهم.
فاهمك. الله نعيمك نعمي الله نعيمك نعمي خلي خلوصي كلمني خلي خلوصي كلمني الله نعيمك نعمي خلي خلوصي كلمني خلي خلوصي كلمني الله نعيمك نعمي. والله يا بنتي طول عمرك نظيفة برا وجوه. خلي الطبق مستور يا عم أيوب. لا أنا بقول اللي أنا شايفه. يا راجل يا راجل ده أنا ذات نفسي مش طايقة روحي وكل ما استحمى أقعد أمرش في جلدي لحد ما اتنحل عشان أشيل منه عفانة زبالة الليل. طب بقول إيه؟ ما تتلم أنت والواد ده في سقف واحد وتخلصوا وتتجوزوا. أنا وخلصي؟ ونعيش منين يا اخويا كده اكرم لنا. امال ليه سواعي يعني؟ انا بحس انك انت غاويه الواد ده وماشيه في طوعه مش خوف انما عشق. يا عم ايوب اللي زيي عايشه نص عمرها في الشارع محتاجه راجل يحابي عليها ويحميها حتى لو هياخد نص عرقها. يا راجل يا طيب احنا في ايام وحشه قوي واحنا بقينا اوحش منها. صباح الخير يا ايوب. صباح النور يا نيازي بيه. البت باريزة عملت لك العربيه ايه؟ خلتها لك مرايه. بسم الله ما شاء الله. انت بقى اسمك باريزة؟ لاجل البخت يا باشا عشان كل ما نهب ودب يقفي ويقول ما بداله. طيب ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت شرسة قوي. احنا ماشيين جنب الحيط يا باشا. ده بنت غلبانة يا سعادة البيه بتجري على اكل عيشها. طب ايه رأيك ليك عندي لقمة بغاشة؟ خيرك مغرقنا يا نيازي بيه. تعالي لي على العنوان ده بالليل. تعالي لي وانا هظبطك. يلا يا بيه عربيتك جاهزه. يلا استنيك. ها يلا يا سعاده البيه. شرسه قوي. يلا يا سعاده البيه عربيتك جاهزه. اتفضل يا سعاده البيه. شكرا يا ايوب. اتفضل. شكرا. الف سلام. الف سلام. الف سلام. الف سلام. الف سلام. لكن هم مالك يا بنت؟ وده يفرق ايه عن غيره يعني؟ مش كفايه عليا زباله الليل كمان زباله النهار؟ وبعدين انا في الساعه الراحه بتاعتي. وانا في النص بتاعي. هو دكتور عمر كان ماله النهارده؟ ومين دي اللي كانت بتجري وراه؟ واحده كانت متقله في الشرب شويه طلبت معاها فضايح. هو مش كان ربنا هداه وبطل الحاجات دي؟ عمر النواوي عمره ما يتغير. ربنا يهديه. يهمك قوي ان ربنا يهديه؟ هنرجع تاني بالطريقه دي؟ انا من حقي اني اطمن. قلت لك اطمن. يعني ادخل بقلب جامد؟ بس قبل ما ده يحصل لازم نقعد مع بعض قعده احكي لك وتسمعني عشان نقفل كل الحوارات القديمه. اتفقنا؟ احنا دايما متفقين. الدكتور اتاخر قوي. اطمن اهو وصل. وصل فين؟ ما انت شامم ريحه البرفان بتاعه تجنن. شش. خير. ايه يا حنان ايه الزحمه دي كلها؟ نعم الرحمه شويه. محدش بيزهق. واللي جوزها زنزه شويه تبعته على القهوه اللي جنبنا. قهوه ايه يا ماما؟ اسمه كافيه يا ماما. بقى ما تفضحيناش. النهارده لقى بعد غيبه والكل مستني. لمي روحك يا حنان، لمي روحك. يلا جزيره الكشف جاي. لمي روحك بدل ما اقول لخطيبك يا حنان. لو النبي يا دكتور عشان هو مش بيكسر لك كلمه ابدا. ماشي يبقى نحترم نفسنا. ماشي يلا. يا دكتور في امانه لازم اوصلها لك. امانه ايه؟ فيها بنت؟ مفيش يا دكتور. اصل نص الستات اللي بيجوا هنا بيسالوني على نوع البرفان اللي حضرتك بتحطه. وانت مالك؟ والنص التاني ما بيسالش عليه برضو؟ عشان اكيد خلعوا جوازهم من بدري. طب يلا بنت
يلا اجري من قدامي. يلا بينا. تبنا الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. ازيك يا دكتور؟ وحشتنا. يا ترى اخبار العروسه ايه؟ والله ما حصلش نصيب. احسن برضو علشان تفضلنا. ها اخبار الوزن ايه يا نادية؟ مظبوط يا دكتور. طب هيك هيك كويس. والضغط اخباره ايه؟ مظبوط يا دكتور. طب هيك كويس جدا. ممكن بقى نسمع صوت البيبي؟ ده انت تؤمر يا دكتور. تسمع بالصحيح، تسمع قوي، تسمع خالص. وبعدين بقى احنا نبدا الحل ده على طول كل مره كده؟ غصب عني يا دكتور، لما حد يلمسني بس اخسر. امسكي نفسك شويه بلاش فضايح. ايوه لا يلا دقيقه واحده بس، انا هسمع ثانيه واحده بس. ها ثانيه واحده، امسكي نفسك. ها بصي فوق، بصي فوق ثانيه واحده، بصي فوق. مش حاجة كده. معلش يا دكتور، اصل المدام نجمها خفيف شوية واي حد بيلمسها بتسخسخ. تبدا الى الله. ما يمكن الفرح يوم الجمعة واحنا مهيسين ولا يا قبطان؟ تصدق هذا صلاح، اول مرة اشوف عمر بيفكر. أنا أعرف إن واحد طوع منه محفظة، ساعة، آيباد، إنما يوم بحاله ما وردتش عليا، ولا إيه رأيك يا حافظ بيه؟ مظبوط يا صلاح باشا، طبعًا ياما ناس بتقع منهم حاجات كتير وما بيدوروش. ده بيقول لك ممكن تعمل المصيبة وما أنتش دريان. يعني زي اللي بيمشي وهم نايمين يا قبطان؟ تقريبًا، وده اللي راعبني. راعبك إيه؟ الله، طب ما أنا خدت زيك ومع ذلك ما سقطش مني يوم. خدت زي إيه؟ انت خدت قطمه وكومت اصلا ما حدش شافك بعدها. اسكت اسكت، البرمان بيقول ان شكلنا كان مسخره. ايوه انا كان نفسي افهم منه اي حاجه تدل على اي حاجه. مفيش حاجه. هو اللي انت عملته ده؟ يلا انت جامد يا ده عمر. بيقول ان انت شوت عربيه الشنط ومن غير مفتاح. لا بيقول لك دورت ودارت. يا ابويا ده ليله سودا. ده شكل صف اصلي عشان يعمل فيكم كده. صلاح يلا بينا. صلاح بيه اجهز عشان نروح الحاره. لا لا صلاح باشا، باشا الحاره. تاخد لك سيجاره متغمسه من بتوع زمان يا قبطان. لا يا اخويا كفايه البلاوي اللي اديتني بيتها منكم لله. لسه يا قبطان ما عرفتش يوم الجمعه راح فين؟ لسه والله يا رزة هتجنن. اللي خد منك الجمعة قادر يرجع لك السبت. ده انت رحت بدري بدري. حلاوة حلاوة. اصبر ونقول وانا صبري طال. عيبة ده بصباص وعينه زايدة. هو فعلا بصباص وعينه زايدة، بس ده اخره اطمني. هو اللي زي ده له اول عشان يبقى له اخر. اوله شبه اخر. ليه؟ زي الاصبع ده الجرح جبل ونشف واشر كمان ولسه معلم. سلامات يا معلم. اصلي وحياه امي اصلي. ايوه اصل انا بقول لك ايه، تعالي تعالي اطلع لفوق عشان الرجاله ياخدوا حواراتهم ومخاطر يعني وبحبحوا في كلامهم. يلا بلا نيله، هم لو كانوا رجاله بجد بيبعبعوا بالحوارات عليا النعمة. كتر الكلام في الحوارات هيخلي الدسته منكم تعريفة. سلامات يا معلم. تعالوا على خباتكوا، ما انتوا عارفين النسوان عاملين زي القطط تاكل وتنزل. يلا ابدا الجلسه، اللي عنده كشف يلا. انت على الحاله. طبعا احنا عارفين النظام، احنا هنرمي الظهر وصاحب الرقم هيقوم يسأل. سيدو يا سيدو سيدو سيدو. انا دكتور انا.
بقول لك ايه؟ اسال بس في الانجاز، ما تلوكش كتير، اديك شايف العيالين في القهوه كتير. حاضر يا معلم، لا مؤاخذه يعني كلمه يعني فيها قله حياه شويه يعني يا دكتور. لا لا حياء في العلم، لا حياء في القهوه. ليه يا ادم؟ لا مؤاخذه الحريم بتاعنا ما بيلدش عليهم كلام الحوارات دوت يعني، والواجبات الزوجيه بيبقوا تقال عليهم قوي. عايزين نحل عقدتهم يا دكتور، الله يبارك لك. كويس انك سالت السؤال، اتفضل استاذ. ماشي يا دكتور. السؤال ده طبعا كلنا بنساله، بس انا هقول لك، لما حضرتك تروح لها بريحه عرقك وبزيتك وبشحمك وريحه شيشتك، هو طبيعي يبقى هم تقيل عليها وعلى قلبها. انما لو انت استحميت وحلقت دقنك ورشيت لك ريحه حلوه وسرحت شعرك كانك ربي دعوه انت بالكلام ده خالص خالص. الحكمة دي رجالي زي ما حمام بعد مهم، حمام قبل أهم. زي ما حمام بعد مهم، حمام قبل أهم. حمام قبل أهم. بس دكتور بقى يا أهم. يلا يا معفن. تعالى صورني. ما فيهاش فيلم. بقول لك ايه، انا حاسه ان انا شايفاكي قبل كده صح؟ لا الحوش اللي وقع منك. هو ايه؟ هو ايه اللي وقع؟ انت كنت تدرسي في الجامعه ولا حاجه؟ عشان انا متاكده ان انا شايفاكي. يا اختي بتحيري نفسك ليه؟ بعد الشر عليكي من الحيره وجع النافوخ. انا يا اختي اللي كنت برقص في فرحك شفتيني في فرح. انت راقصه؟ لا يا حبيبتي دي هوايه عندي، ده انا من عيله كبيره قوي 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 قوي. جرى ايه؟ هي النضاره والبرنيطه مش عاملين شغل ولا ايه؟ برنيطه برنيطه يا عمر. كانت جايه على البنسوار بتهزر. اصل احنا غاويين برانيط. انت اتجوزتها ازاي؟ طيب بقول لك انت بتعرفي تلبسي حلو. انا بقولك بقولك الله هكذب عليك. سيبك من البتاع اللي معاكي ده. ماشي كده فاضيه كده يعني. انت حركتين ثلاثه كده. فيلم راجل المجنون، راجل المجنون اللي مش هيعقل ابدا. حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتكلمي نفسك؟ عمك حافظ اللي مش حافظ غير قله القيمه وقله الادب. قفشتيه مع مين تاني؟ يا ريتني يا اختي كنت قفشته، ده راح اتجوز وراح يقضي شهر العسل. اتجوز؟ انت بتزغرطي كوتي تكتمي. انت مش بتقولي اتجوز يا ست؟ يعني اتزغرط له. غوري من وش، غوري من وش دلوقتي. حتى الفرحه في البيت ده سكتي ليه كده يا رب؟ امشي. طب انت ايه اللي مزعلك بس دلوقتي؟ ايه اللي مزعلني؟ هو الواحد فينا بيكبر ولا بيصغر؟ تلاقيه راح يلف على واحده من دور احفاده. طب وماله يا تينا؟ القلب وما يريد، كبير صغير مش فارقه ولا ايه؟ انت تقصدي ايه؟ لا ولا حاجه، انا هطلع بقى عشان عندي النهارده دروس قد كده. اهلا اهلا اهلا. ازيك دكتوره صفوه؟ نورت الدنيا كلها. اتفضلي. اوعى تفتكر يا دكتور عوني ان ممكن اسكت على اللي شفته. اللي حصل ده جريمه وانا انت ايه يا دكتوره؟ الواضح ان حضرتك داخله علينا حامي قوي بصراحه. بقى انا مش فاهم حضرتك بتتكلمي عن ايه. انا بتكلم على شغل العصابات اللي بيحصل في المستشفى، ومش عشان غازي بقى جوزي هخاف واسكت. لو فاكرين كده تبقوا بتحلموا. واضح يا دكتوره ان حضرتك بتعاني من مشاكل اسريه انا ماليش دخل فيها. انما لو حضرتك تحبي ان اتدخل فيها عشان احلها انا انا هبلغ الدكتور عمر، وممكن قوي ابلغ البوليس. ما تنسيش نفسك يا دكتوره صفوه، ما تنسيش انت بتكلمي مين. انا الدكتور عوني. وانا بعتذر لك يا دكتور على الغلطه دي. كويس قوي انك جيت دلوقتي يا دكتور غازي. قبل ما اتصرف مع الدكتوره تصرف كان هيزعلها. انت ايه اللي جابك هنا؟ ده شغلي وانا جاي اعمل الواجب اللي عليا. شغلك في العياده والعمليات؟ شغلي في المستشفى اللي انتوا نهبينها. طيب كلمه زياده وهعرفك ان جوزك بطريقتي. هتعمل ايه؟ هتحبسني تاني في البيت؟ مش هتقدر، عشان انا خلاص ما بقتش عايزاك. وحكايه طلاقي منك دي
بقت مسألة وقت. سوري يا دكاترة، واضح ان في بينك وبين بعض شويه خلافات اسريه انا ماليش ان اتدخل فيها، فاكراما ليكم انتوا الاثنين هسيب لكم مكتبي عشان تتصافوا فيه. بس قبل ما امشي احب اقول للدكتوره صفوه كلمه واحده، ما تخلقش اللي يهدد الدكتور عوني. وانا ما بهددش، انا بحذركم. قلت لك اخراسي بقى. ليه كده يا دكتور؟ الله. طيب انا هحاسبك بقى وانت خلص امورك وحصلني. جاي وراك يا دكتور، تعال معايا. فجأة اتسمرت في مكاني، حسيت ان كلمة سما رشقت جوه قلبي وفوقتني وكأنها بتعريني قدام نفسي، بس انا مش عارفة اذا كانت تقصدني انا ولا لا. يا بنتي الوهم اللي انت عايشة فيه ده انا مش فاهمة، انت مكبرة الموضوع قوي كده ليه؟ انت لسه صغيرة وجميلة وزي القمر والف مين يتمناكي. انا مش فاهمة بجد عقدة النقص دي جايبها منين؟ من الخوف. كل سنة بتعدي على الست بتاخد من انوثتها وجمالها، عشان كده دايما يقولوا لك الست بتكبر قبل الراجل. انا خايفة في يوم من الايام اصحى الاقي نفسي وحيدة في الدنيا دي. الله، انت مكبرة الموضوع قوي يا تين. انا ما استحملتش كلمة قالتها لي سما حتى لو كانت بالغلط. جرى ايه؟ انت مستكترة على نفسك الفرحة يا تينا؟ قعدت طول الفترة اللي فاتت اسال نفسي هما ليه سموني اكتفينا؟ اكتشفت دلوقتي بس يعني ايه اكتفينا، ان كل واحد له نصيب من اسمه، وانا رضيت باللي اتقسم لي. اتكنيت جوا روحي ووافقت اني اعمل دور الوهم، دور الام بالوهم لعمر وسما. عرفت ايه اللي مخوفني؟ ما تخافيش يا حبيبتي، سيبي نفسك وعيشي بقى. انا خايفه انسى نفسي. ما انت فعلا ناسيه وظلماها كمان. انا مش فاهمه انت حابسه نفسك جوه حدوته بايخه ملهاش اي لازمه، المفروض كنت نسيتيها من ساعه ما طليقك عاش حياته من غيرك. عادي جدا على فكره. فينك يا عمر، فينك انت؟ عايزه تجننيني؟ انا شايفك بعناية وانت خارجة مع الولا ده، غير الدكتور اللي انت معشماه، ومين عارف فيه ايه تاني. خلصت؟ بتدوري على كده بتحكي بيها عليا؟ ده على اساس ان انت صغنن ويضحك عليك؟ مادام انت عارفة ان انا مش صغنن بتقربي مني ليه؟ خلاص اريحك منك وابعد عني خالص. تعالي هنا اهو. رايح فين؟ عايزة اريحك مني. انا عايز اسمع اجابة على سؤال واحد، انت بتحبيني؟ هو انت لسه بتسأل؟ بتحبيني ولا مش بتحبيني؟ هو ده سؤال يتسأل يعني دلوقتي؟ بلاش لفة ولا دوران، جاوبي على السؤال بتاعك. دي مش طريقة دي على فكرة، وبعدين سؤالك ده فيه إهانة ليا. إهانة؟ أيوة، لأني لو مش بحبك يبقى هقابلك ليه؟ خلاص نتجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه مالك يا عمر؟ فيه إيه؟ هو فين؟ هما فين؟ هما مين؟ هما فين؟ الله، ده كان كابوس؟ يا الله، زي الله والحل خير وده خلصات والسموات. واضح تماما ان صحتك مش جاية على جو هنا خالص. انا رأيي ان احنا نرجع احسن. لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. اللي جابوا هنا دول بس هم بوظلنا شهر العسل. انا عارف، انا عارف اللي هو الموضوع. هيخرب بيته، انا هيخرب بيتك يا محافظ، هيخرب بيته. لا صحيح، مراته دي انا شايفاها عندك مره في العياده بتكشف، يبقى معرفتك يا عمر. ليه وقت تنشط الذاكره ده دلوقتي؟ لا مش هي، مش هي خالص، يخلق من شبه 40. لا بقى انا متاكده انها هي. حبيبتي لمار، لمار ما تيجي يا حبيبتي نمشي من هنا ونسيبهم خالص ونروح في حته تانيه. لا مش هنروح حته تانيه، ده نروح حته تالته. ولا حته رابعه يا عمر، احنا نرجع مصر حالا. نرجع نعمل ايه؟ انا اسف يا حبيبتي، انا اسف، انا واضح ان انا مش قادر اساعدك. انا اسف، اسف جدا يا قمر. بس بقى يا عمر قطعت قلبي والله. بقول لك ايه؟ لا انا اللي يسعدني حاجه واحده بس. ايه يا حبيبتي؟ انك تبقى صريح معايا، ما تكدبش عليا.
انا بكره الكذب قوي 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 يا عمر. يا قوي كده؟ ايوه. هو وحش. وحش جدا. ليه يعني قوي على كده؟ يخرب بيوت. بوظ في مزيكا حلوة. تيجي ننزل نتعشى ونسهر في مزيكا لسه شغاله والصاله هنا حلوه قوي. فكره حلوه جدا. صح. هنعمل حاجه مفيده بقى. يلا. ايه رايك يا حبيبتي في المكان ده؟ حلو حلو قوي قوي قوي. بس مش احلى منك. حبيبي يا عمر. المشكله ان انت في الكلام لبلب انما بقى في ده كلام يتقال. تحب تعيشي ايه يا روح قلب عيون عمر؟ ماليش نفس في اي حاجه يا حبيب روح قلب لمار. يا نهار ابيض يا منجي. يا ابيض. سوري حبيبي انت كل ما تشوفني لازم تقول يا منجي. مش اشوفك انت يا حبيبتي خالص. والله مش انت المقصوده. تحب تتعشي ايه؟ تحب تتعشي ايه؟ ماليش نفس يا عمر. كل انت وتغذى يا حبيبي. رم عظمك رد عظمك يا حبيبي. هنا اصلا فايد عشتي فاهم على فكره كده. ايوه هلو جوتن نخ سبن اخو يا حبيبي. نهيري بس تندار بخرب بيتك اللي في بالي. عارفه طبعا عارفه. بنويه يا عروس. قال لي يا اختي قلت لي اسمك ايه تاني؟ اسمي لامار. تحب اكتبه لك عشان ما تنسهوش؟ وعلى ايه يا اختي؟ ده حتى سهل. قلت لي جولنار مش كده؟ جولنار ايه؟ جولنار يا ماما. لامار لامار. معلش يا حبيبي. ايه؟ معلش معلش يا عمر. دايما بتنسى. زهايمر مبكر. سلامتك الف سلامه يا حبيبتي. تسلمي لي يا روح الروح. قال لي يا اخويا كنت بتختار ايه عشان تاكله؟ عندك المنيو اهي. اتفضلي تقدري تنقي اللي انت عايزاه. ايوه ده قائمه الطعام يا حبيبتي. قائمه انت داخل ماما استاد. يا اخويا انا ما بفهمش في الكلام ده. انا هاكل اللي نقيه الدكتور. ايوه. اصل يا سلام اصلها بتعز الدكتور عمر وبعدين انت مرات عمه يعني في مقام امه. طبعا هي تعتبر في مقام جدي فعلا. مالك يا مدعم؟ من ساعه ما رجعنا وانت دماغك شارده لبعيد. خايف يا سليم.